مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من جمالك. خلونا نبتدي النهارده حلقتنا بدايه مختلفه شويه. هنتكلم في البدايه عن شخصيه يعني عظيمه وجميله، دكتور علي السمان. كان دكتور علي السمان نحكي حكايه كده عن حياته، نبذه صغيره. هذا الرجل يعني بابا مات وهو عنده سنتين، وكمان والدته توفت وهو عنده 4 سنين. قامت بقى يعني جدته لأمه بتربيته، يعني هي برضو كانت دايما بتحسه على الـ يعني العمل الوطني منذ كان صغيرا. كبر دكتور علي السمان ودخل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. بعدها كان يعني هو يعني بيواصل ان هو يبقى هو المفكر، ومفكر كمان عظيم. يعني كان عنده دعوات للحوار بين الأديان، وكمان كان هو رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان. دكتور علي سمان عمل كصحفي. دكتور علي كان له يعني كتابات كثيرة، من ضمنها ده كان طبعا في عصر الستينات، كان له كتابات زي من ثورة إلى أخرى، مذكرات مواطن ملتزم في عهد السادات وعبد الناصر وكمان الرئيس مبارك. مش بس وقفنا عند الحتة دي، لا كمان عمل كأول أو شغل منصب أول مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، ده كمان كان في بداية الستينات. وبعد كده استمر في العمل لحد ما الرئيس الراحل أنور السادات عينه مديرا للإعلام رئاسة الجمهورية في غرب أوروبا، وكان مقرها باريس. دي نبذة صغيرة جدا عن حياة دكتور علي، اللي هو كان دايما مهتم ومحب لوطنه. توفي في أغسطس 2017. تعالوا نروح نشوف كده التقرير ده ونرجع نبتدي أول فقرة عندنا. أنا مبسوطة قوي قوي النهاردة مع الأمسية للتكريم جوزي المرحوم دكتور علي السمان رئيس الأديك، المجموعة الحوار الثقافات والأديان والسلام، والأمسية منظمة من طرف المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية. وأشكر جدا جان درويل المدير المعهد، والأخ روني فانسون دو كران لوني المدير بتاع المكتبة هنا في المكتبة دلوقتي. والتكريم ده عشان يدي للاسم دكتور علي السمان للكرة الكرة بتاع المكتبة، ودي اليافطة زي ما تشايف تكريم للدكتور علي الكرة بالاسم دكتور علي السمان. هذا المساء له خصوصية عندي لأنه تكريم لشخص كنت أحبه وكان قريبا مني طوال حياتي. عرفت علي السمان في نهاية الستينيات عن طريق الزميلة الراحلة السفيرة هدى المراسي، وكان علي السمان في ذلك الوقت نجما في سماء باريس، وهو الذي اصطحب جان بول سارتر في زيارته الشهيرة إلى مصر عام 1967. وبعد ذلك ظل علي السمان متعلقا إلى أن اختاره الرئيس السادات مستشارا إعلاميا له، لا في فرنسا وحدها ولكن في أوروبا كلها. وكان علي السمان شخصية مقبولة دوليا ومعروفة لدى كل الأطراف في كل مكان. وأنا أتذكر أنه هو واحد من رواد الحوار الديني بين الأزهر الشريف وبين الفاتيكان، ولعب دورا كبيرا في هذا السياق، خصوصا في مشيخة الشيخ محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله. أضيف إلى هذا أن المرحوم علي السمان كان مثقفا موسوعيا، فبالإضافة إلى أنه كان فرانكوفوني يعني يتحدث الفرنسية ويجيد التعبير بها، كان أيضا ملما بأطراف
اتجاهات أخرى. أنا أتذكر أنه في 40 البابا شنودة ألقيت كلمة، وهو ألقى كلمة واستخدم في كلمته عبارة لا أنساها، عندما قال إن شنودة كان، البابا شنودة كان عبقري المودة، عبقري المودة، وصفق الناس طويلا لأنها كانت توصيفا دقيقا لشخص البابا شنودة. إنني أشعر اليوم، وهذا الصرح اللي هو الدير الدومينيكان يقيم هذا الاحتفال في الذكرى السنوية له بهذه الصورة، ويعلن هذه القاعة مسماة باسمه، هو تكريم لمن يستحق من هذه المؤسسة العريقة الموجودة في قلب العباسية. فتحية لمن كرمه على علي السمان، وتحية لروحه الطاهرة، وتحية لذكراه التي سوف تظل معنا إلى الأبد. رحم الله علي السمان بما قدم لوطنه ولأمته وللإنسانية جمعاء. دكتور علي سمان طبعا يعني غني عن التعريف، هو له بصمة في حياة كل حد فينا، لأنه أحد منابر التنوير، الركن أساسي في التنوير، ركن أساسي، مش ركن أساسي، هو الأساس في بداية حوار الأديان في وقت كان كتير من الناس ضد إقامة هذا الحوار. دكتور علي السمان كان عنده الشجاعة وكان عنده التفرد والتميز اللي قدر بيه انه يعني يجمع بين كل الأديان في مكان واحد بحيث يحصل بينهم حوار، وبحيث انه يعني يبقى المقولة المتعارف عليها هي انه الله لا إله إلا هو ويعبده كل الأديان. فدي الحقيقة يعني هي الحياة اللي المفروض إن احنا نكون عايشينها، نكون عايشين في سلام، في تحاب، في إيمان بالآخر، في إيمان بالتعدد وبالاختلاف وبالرأي الآخر. ياريت أنه دكتور علي سمان هو عايش فينا المجموعة اللي كانت، هي مجموعة كبيرة قوي وهي على مستوى كل العالم، بس أنا حد صغير منهم. ياريت أنه كل الناس تآمن بأن الدنيا اتخلقت للجميع.